ربما مسحت الأمطار دماءهم التي سالت هنا على أديم هذه الرمال، لكن بقايا ومقتنيات ضحايا التفجير الانتحاري في ملعب الحصوة بقيت معلقة على هذا الجدار تروي لحظات مروعة. هنا قميص مضرج بالدماء وكرة مزقتها شظايا الحزام الناسف، وهنا قطع سوداء اختلطت فيها دماء الشيعي والسني معا. هل يشوفون هاي الكرة وهاي تكرمون هاي الأحذية مالتهم، وكلهم شهداء، يعني كلهم أطفال صغار، يعني من العمر يعني 12 أو 13 سنة أو 14 سنة. تغريد لم يبقى لديها سوى شقيق واحد، أب متوفي وأم فقدت بانفجار سابق وأخ لها قتيل أيضا بانفجار، واليوم فقدت شقيقها الأصغر عباس وهو شاب في 16 من عمره. تغريد تسرد أمام الكاميرا بدموع ملتهبة قصة فقدان عزيز على قلبها. قال راح أروح الماء، راح أجيب جقاير وأجي، راح بعد ما شفته راح لا جورا. أخوي شنو ذنب راح من الانفجار؟ شنو هو ذنب أخوي؟ ولك يما ثلاث أيام ما أشوفك، ثلاث أيام، ثلاث أيام ما أشوفك، ثلاث أيام. أنت أخذ كتفه لا يطوني يا عين، كتفك يا ولادي بنيش كتفك. البكاء والنحيب لم يفارق هذه السيدة العراقية منذ لحظة الانفجار الذي سرق منها ولدها الأصغر أحمد وهو طفل في الصف الخامس الابتدائي. دموع أم أحمد أبكت جميع الحاضرين وهي تسرد الأحداث بقلب مزقه الألم على فراق ابنها الصغير. جيبوا لي إياه، جيبوا لي إياه، جيبوا لي إياه، لقد مني ولادي، جيبوا لي إياه، صوبه، جيبوا لي إياه. ليش؟ ليش مسوي لك؟ شو مسوي لك؟ وش مسوي لك؟ مو ولادي يلعب بالشارع صغير بعد صغيرون. عباس طفل في 9 من عمره لم يتناول الطعام لليوم الثالث على التوالي حزنا على شقيقه التوأم، فهو ما زال لم يفهم أنه رحل إلى مثواه الأخير. يبكي ألما لذكريات عاشاها معا في الذهاب إلى المدرسة والمشاكسة في المنزل، كما هو حال أخيهم الثالث محمد. إنسان عبانية كنا رعانا بالساعة نلعب بيجة، رعانا كنا المدرسة أسيروا من عندي. قصص من المأساة الإنسانية تركها تفجير الحصوى الانتحاري، أطفال تقطعت أشلاءهم دون ذنب ثمنا لطاحونة العنف الدموي. تفجير ألبس هذه المدينة ثوب حزنها الأسود. من منطقة الحصوى شمال باب الميثم شباني، الحرة.